استاذ عيلي انت رايح الكعبة؟ عيلي انا اصغر عمشي. ان شاء الله ابوك. أنا أريد أصير أمشي مثل كل الأطفال، أريد أصير أروح على المدرسة لحالي وألعب مع أصدقائي. قلت لجدي لما يروح على الحج، قلت له إنه جدي ادعي لي، أنت لما تروح على الحج ادعي لي بلجي أصير أمشي، إنه دعاء غادي مستجاب عند الكعبة. إلى حفيدي الغالي مصطفى، أنا عند الكعبة المشرفة وقد طلبت مني دعاء عند الكعبة أن يشفيك الله، فأسأل الله العلي العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. كانوا شاكين بمرض اسمه الحثل العضلي الدوشين، هذا المرض اللهم عافينا قاتل، يعني أقصى عمر يعيشه المريض 14 سنة، فعشنا بدوامة صراحة لبين ما جزموا بالأمر، عملوا له تحليل اسمه الجينيتيك الوراثة، فالحمد لله نفى هذاك المرض، ولكن ابتلانا الله بمرض ثاني اسمه السي ام تي، هو شاركومار التوث. طبعا عانينا انا وزوجتي يعني عناء لا يعلم به الا الله عز وجل، يعني 4 سنوات من العلاج الفيزيائي المكثف لحتى يعني صار يقدر يمشي كم خطوه بمساعدتي. الله برافو وحش. انا رب العالمين ابتلاني بمرض، هذا المرض ما يخليني امشي، بس انا واثق ان رب العالمين بهاللحظه يشافيني.